الفوهة الطلياني والله ما معاه الضحك. انت ما تشوفوا هذه القصة، هذا الشيء وقعت في ايطالي، هذا الكوب اللي كتشوفوه حلف هذا الراجل بان غيطلق مرته من بعد 77 سنة ديال الزواج، حلف ما يبقاش معاها. انت ما تشوفوه هو عنده 99 سنة وهي عندها 96 سنة، وحلف ما يبقاش معاها. علاش؟ لان اكتشف بان في 1940 خوناته، ومن هذا الشيء حلف ما يبقاش معها. انتما تشوفوا من بعد هذه الفترة يعني ديال الزواج غادي يطلق منها.